الفكرة هي نورمالمون ديال راجلي هو اللي بغى يبدل. نهار شدينا المحل كنقولوا شوية نديرو سبا شوية نديرو كل مرة شنو كنقولوا، وفي الاخر خدينا باننا ان شاء الله نديرو كافي ريستورون. هو الصراحة مزيان ان الانسان دائما يبدل، ودائما الانسان يقلب على الحاجه الصعيبه، حيت حنا بالنسبه لنا ماشي سهله اننا من الدومين ديال الاستيتيك ولا كواف نجيو للدومين ما كنفهموا فيه حتى شي حاجه. ولكن من بعد ما كيكون واحد التعب كتكون واحد الحلاوه، والانسان اي حاجه بغى يوصل لها راه كيوصل لها. هذا المشروع فيه بزاف ديال الناس اللي دعمونا، وفي جنود الخفاء بزاف. كنبغي نشكر الزوج ديالي ما شاء الله عليه اللي دار وقفه كيف ما مولفاه دائما، وقفه كيدير وقفه صحيحه والله يخليه ليا. وكنبغي نشكر الاخ ديالي الصراحه اللي دار واحد اللمسه خاصه عندي في الكافي ما شاء الله عليه، بلي طابلو ديالو بالخدمه ديالو فنان بمعنى الكلمه. كنبغي نشكر الوالده حيت هي اللي شدت لي وليداتي الوقيته اللي انا كنضرب تماره في هذا المحل. مهم كاين بزاف ديال الناس، كنبغي نشكر كل شيء كاع الناس اللي وقفوا معايا. وهي الصراحة صعوبات كثيرة حيت دومين جديد، يعني ما عارفينش ليه ما فاهمينش فيه، ولكن الحمد لله دائما كنحاولوا الحاجة اللي نبغيو نديروها نديروها على حقها وطريقها، والحمد لله. يعني الناس اللي جاوا عندي اليوم اللي دخل الكافي كيقول لك ما شاء الله مختلفة في مرة، يعني ماشي كافي ريستورون غاليري كلشي مجموع فيها. وبالنسبه للدعم من العائله ديالي راك عارف الوالده الدعم ديالها هي تشد لك الوليدات يعني كتخلي لك واخا انت ما كايناش غايبه من الدار، راه هي دايره لك داك الدفء والحنان مع وليداتك. والدعم ديال العائله الزوج ديالي اكيد كيفرحوا لينا فاش كنزيدوا شي دريجه للقدام، الله يسهل عليكم نبغيكم دائما تكونوا غاديين هكا مزيانين، فالله يحفظهم لينا. دابا حاليا باش نكون صريحه راه كاع الناس اللي في يوتيوب راه هذا الشيء فاهمينه. دابا نورمالمون يوتيوب ما بقاش كما كان شحال هادي، يوتيوب يعني ما بقاش في الخلاص ديالو بكل صراحه. انا دائما كنكون صريحه معكم حتى شحال هادي انا الوحيده اللي قلت لكم في الاول بان يوتيوب راه فيه الفلوس، مي دابا راه ما كاينش، يعني ما كاين حتى شي حاجه. والحمد لله يعني الانسان مزيان يدير المشاريع ديالو باش كيولي عنده واحد المدخول قاب ديالو. غنقول شكرا للزوج ديالي اللي دائما معايا، شكرا لوليداتي اللي دائما مفرحيني، شكرا للام ديالي، وشكرا لكاع الاحباب ديالي. وكلمة تسمحي لي غنقولها يمكن لراسي حيت كندير مجهود كبير، مني ام مني ربة بيت مني خدمه مني كلشي، فكنبغي نشكر راسي ونقول لراسي تبارك الله عليك حيت هكا خصها تكون المراه مره على مره تزيد للقدام.
والله ما عرفت صراحة، أنا ما كنتفرجش نهائيا، حيت رمضان كتكون عندي حتى أنا في المحل ديالي الخدمة وداكشي، صراحة ما تفرجت، ولكن ما كنظنش أنها قصة زعما ديالي، ما عرفتش الصراحة، مي والله ما عرفت ما نقول. الناس كيكتبوا لي يعني لي كومونتير كوكو البنات، أنا في الأول ما فهمتش، عاد عرفت بأنه راه مسلسل، ولكن الصراحة فاش تفرجت فيه ما عنده حتى علاقة بيا. لوسي الأخ ديال الأخت ديال الزوج ديالي، حتى هي كانت معنا اليوم وتشرفنا بجميع الحضور، كاع الناس اللي جاوا عندي اليوم الله يكبر بكم. الناس كاملين الصراحه، كاع الناس اللي كيبغيوني كنلقى بزاف ديال لي كومونتير، الله يكمل بالخير، تبارك الله عليكم. الناس ديال القنيطره كنكون غاده في الزنقه كيسلموا عليا، شرفتي بالمراه ديالنا، تبارك الله عليك، يعني راكي غاده مزيانه الحمد لله، عام على عام كديري حاجه جديده والحمد لله، الله يخطيكم عليا. لا بالعكس، هاد الدومين هذا بعدا ديال لاكواف والاستيتيك انا كنحبوه شخصيا، يعني انا لدرجه دابا في السونتر ديالي راه كنخدم بيدي وكنشد لي سوان فيزاج بيدي وكنجيري بيدي وكلشي. بالعكس انا كنفكر انني نزيد شي حاجه اللي عندها علاقه بالاستيتيك، بحال شي سبا ولا شي حمام ولا شي حاجه ان شاء الله باذن الله. صراحه من بين الاسباب اللي خلوني انني ما نبقاش نحط كيف ما كنت شحال هذه في يوتيوب هو كان علاقه بالتنمر. مازال في الاول يعني شنقول لكم، بالنسبه لراسي كنبقى نمياك، هذه الكلمه تبكيك، هذه الكلمه ما ديهاش فيها، هذه الكلمه تميكي، ما فاش كتوصل لك زعما لوالديك اولا لوليداتك كتضري بزاف وكتبقى يجيك بحال تاني بالضمير على وليداتك، ف عليها حاولت انني ما بقيتش كنحط كيف ما كنت. هذاك المقام حتى لهذاك المقام ونقطعوا الانسان يرجع للسطر، حيت هذاك المقام اياه شنقول لكم، واخا بزاف تيقول لك لا علاش ما درتيش الفولار ولا هذه، انا شخصيا كنقول الله يهديني، وتا واحد ما كامل وحنا ماشي ملائكه، الله يهدينا والله يرد بينا، مي فريمون داك المقام كتمشي ليه تحطات اسماء وجات اسماء وحده اخرى. صراحه انا دائما كنت كنقول بانني زعما عندي فكره انه يكونوا عندي ربعه ديال الوليدات، زعما ربعه ديال زعما البنيتات، غنقول بنيتات نصف على راسي بنت، مي زعما دائما كنت كنبغي ربعه ديال الوليدات يكونوا في الدار، يعني عندي فكره انني ان شاء الله باغا نزيد، ما ماشي دابا حتى تكبر ان شاء الله بنتي. كلمه اخيره كنبغي نشكرك بعدا على الحضور ديالك، الله يكبر بيك، والصراحه من اطيب خلق الله، ودائما انا كنتواصل معاهم وكنعرض عليهم، حيت الصراحه دائما كيكونوا في حسن الظن ديالي ودائما كنكبر بهم، فكنبغي نشكر حتى الناس ديالي، ونبغي نشكر احمد. اجي 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 اخويا غير اجي واجي اجي، مرحبا بكم معنا عند لالا مولاتي تبارك الله عليك. وشوف هذه النتيجه ديالك، ديال التعب ديالك اللي تعب ديالنا بجوج ان شاء الله، والله يكمل علينا ان شاء الله بالخير ان شاء الله، ولا قبل حاجه اخرى ان شاء الله، الله يخليك لوليداتك والله يحفظ لك جنات وسلمى ومالك، والله يخليك ليهم، والله يخليك تاج فوق راسنا، بيك البركه كاينه، والله يخلينا ديما مجموعين، وشكرا لكم. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.